بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب وطالبات مدارس المنة الأهلية بالرياض، أحييكم وأقدم لكم شرح لدرس وسائل الاتصال. وسائل الاتصال ضمن المعدة السابعة التي تسمى اتصالات ومواصلات، وهذا الدرس الثاني بها. وفي بداية كل درس لابد أن نتعرف على الأهداف الإجرائية الخاصة بكل درس. فالدرس الأول وسائل الاتصال، الهدف الأول منه أن يتعرف الطالب على الكلمات الجديدة الموجودة بالدرس. ثانيا أن يقرأ الطالب الدرس قراءة معبرة ومسترسلة. طيب، في البداية لابد أن نعبر عن هذه الصورة، فأطلب من أحبابي الطلاب النظر إلى الصورة والتعبير عنها بلغة عربية فصحى، فلكم نصف دقيقة للتعبير عنها، تفضلوا. نعم يا أبطال، أرى في الصورة رجلا يحاول الاتصال عبر التليفون الأرضي. أرى في الصورة رجلا يهاتف أصدقائه أو أقاربه. أرى في الصورة منزلا به هاتف وتلفاز. أحسنتم يا أبطال. طيب، نعم، كل إجاباتكم جميلة وصحيحة بإذن الله. ننتقل الآن إلى الفقرة الأولى من الدرس، وهي وسائل الاتصال. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه، ولكن الاتصال تعثر بسبب عطل في الهاتف. مرة ثانية، وسائل الاتصال. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه، ولكن الاتصال تعثر بسبب عطل في الهاتف. قبل القراءة الجهرية من أبناء الطلاب، لابد أن نتعرف على بعض المهارات الموجودة في بعض الكلمات في الفقرة الأولى. في البداية نجد أن العنوان وسائل الاتصال. وسائل الاتصال عند العرب لابد أن نقف ساكنين على الكلمة الأخيرة، فنقول وسائل الاتصال، وهذه قراءة العرب قديما. طيب، أراد كلمة بها مد الألف، تمام. أبو، هذه الكلمة من الأسماء الخمسة، وسوف نشرح هذه المهارة بإذن الله. أحمد، مقطع ساكن بين الألف والحاء، أح ماذا؟ أن يهاتف، أيضا مد الألف، والده، هذه الكلمة تنتهي بهاء مربوطة، وأيضا الهاء المربوطة في نهاية كل كلمة تلفظ عند الوقف وعند الحركة هاء، والده، والده، وهذا التفريق بينها وبين التاء المربوطة. في مد الياء في هذه الحرف الجر، القرية، القرية تبدأ باللام القمرية ثم المقطع الساكن ثم التاء المربوطة في نهاية الكلمة، وسوف نلفظ التاء المربوطة في النهاية لنتعرف الفرق بينها وبين الهاء، فنقول القرية، هنا رفضت هاء عند الوقف، وعند الحركة نقول القرية فلفظت تاء، لذلك تكتب تاء مربوطة. ليطمئن، ليطمئن، هنا حرف
مضاعف حرف مشدد حرف ناء لا بد أن يلفظ مرتين. هنا همزة على نبرة في وسط الكلمة، والهمزات المطلوبة من أبنائنا الطلاب في الصف الثاني لا تشمل هذه المهارة. عليه ولكن الاتصال، أحسن، أيضا حرف مشدد، تعثر ثاء مشددة بسبب عطل مقطع ساكن مع تنوين الكسر في الهاتف، مقطع القمريان مع مد الألف. أحسنتم يا أبطال. طيب، هذه الفقرة الأولى، طيب بعدها لابد أن نرى الكلمات الجديدة. هنا كلمات جديدة في الدرس، مثل كلمة ليطمئن ليتعرف على أحواله، تعثر طيب، وهذا خاص بالاتصال، عطل مشكلة، أحسنتم. وهذه الكلمات الثلاثة الموجودة في الفقرة الأولى. أحسنتم يا أبطال. طيب بعدها ننتقل إلى المهارة المطلوبة هنا. نعم، هذه المهارة يا أبطال تتعلق بهمزة القطع وهمزة الوصل. لو نظرنا إلى هذه الكلمات أو هذه العبارات الموجودة بالدرس، فنجد أول عبارة تلفظ أحسنت يا أحمد. هنا أجد همزة القطع، ألف يرسم عليه همزة من أعلى أو همزة من أسفل، ممكن تكون هذه الهمزة مفتوحة أو مضمومة في الأعلى أو مكسورة في الأسفل. هذه همزة القطع، معنى القطع أنك تقطع بين ما قبل الهمزة وما بعدها، فهنا نقول أحسنت يا أحمد، يا أحمد، هذه الألف قطعت الألف هذا حق الياء بالحاء، ولكن نجدها هنا في همزة الوصل تصل ما قبل الهمزة بما بعدها، فأقول اتصل الأب بالجد واطمأن على صحته، ثم وعده باصطحاب الأسرة لزيارته في القرية. أجد كل الكلمات المبدوءة بأل أنها تلفظ همزة وصل، فهنا كلمة القرية، كلمة الأسرة، كلمة الجد، كلمة الأب، كلها كلمات تبدأ بأل، سواء كانت هذه الأل اللام قمرية أو اللام شمسية فيها فإنها همزة وصل. أحسنت يا أحمد، اتصل الأب بالجد واطمأن على صحته، ثم وعده باصطحاب الأسرة لزيارته في القرية. ما أبطال، ما شاء الله عليكم يا أبطال. طيب نعود مرة أخرى لدرسنا، نعود لدرسنا مرة أخرى، وسائل الاتصال. نعم، نكمل النظر النص كاملا. توقفنا عن أراد أبو أحمد
أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه، ولكن الاتصال تعثر بسبب عطل في الهاتف. قال أحمد: لما لا تتحدث إليه عبر هاتفه الجوال يا أبي؟ رد الأب: أحسنت يا بني. اتصل الأب بالجد واطمأن على صحته. وبعد انتهاء المكالمة الهاتفية سأل أحمد أباه: كيف كان الناس يعرفون أخبار بعضهم في الماضي؟ رد الوالد: كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمام الزاجلة لإيصالها، ثم استخدموا البريد. وفي وقتنا الحاضر أصبح العالم كالقرية الصغيرة التي يتواصل أهلها فيما بينهم بيسر وسهولة، ويرجع ذلك إلى تقدم وسائل الاتصال الحديثة التي منها الهاتف والجوال وشبكة المعلومات. حقا حقا يا أبي، لقد أصبح العالم كقرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال الحديث. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم وشكرا لكم، ونلتقي في الحصة القادمة بإذن الله.